السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة باستعدادات المقدسيين لاستقبال عيد الفطر، وكل عام وأنتم بخير. دعونا نشاهد في هذه الجولة أجواء الأسواق المقدسية، وتحديدا هنا في حي المسرارة بالقرب من باب العمود، وخاصة بعد انتعاش شهدناه من هذه الأسواق في الفترة الأخيرة مع استقبال أهالي مدينة القدس زوار المدينة خلال شهر رمضان الفضيل. السلام عليكم، يعطيك العافية. الله يا هلا. عرفنا بحالك البداية. أنا الحاج خضر النتشي، صاحب محلات النتشي في المسرارة. ابتدأ كل عام وأنت بخير، ويعني انتهى شهر رمضان مبارك اليوم إن شاء الله، ونستقبل عيد الفطر السعيد. تخبرنا عن الأجواء كيف كانت، وكيف اليوم تستقبلون عيد الفطر؟ والله إنه يعني عدت الحمد لله رب العالمين بأمان وسلام، وكان الحمد لله شغل منيح، وكان كل شيء راقي. في تباغصات شويه كانت من قبل الاحتلال، ضرب الحجار وتسكير الحواجز، بس تعديناها الحمد لله. وقيت يا ستي بنستنى ان شاء الله عيد الفطر بسلام واطمئنان ان شاء الله. الله يجيب علينا وعليكم بالصحه والعافيه. ايضا رغم تنغيصات الاحتلال وفرض الحواجز وايضا فرض قيود على اهالي الضفه، ولكن هناك من استطاع الوصول، وشاهدنا اعداد جدا كبيره، يعني وصلت الى ربع مليون في احدى الايام في شهر رمضان المبارك. هذه الاعداد كيف يعني يستقبلها اهالي مدينه القدس؟ يعني الصحيح انه كان شيء راقي ليله يعني ليله القدر، والله كان فيها شيء حلو وممتاز، والناس تعدت الحواجز، الناس خاطرت على حالها، والامانه كان شيء راقي. كان في الاقصى في فوق ال 300 الف مصلي، وكل شيء كان 100% الحمد لله. كنت تشوف فرحتهم هم جايين، يعني خاصه هاي المنطقه اول ما ينزلوا يمكن عمليه، والله انه كانت فرحتهم بالذات شوي لانه احنا قبالهم، يعني كان فرحتهم. اما تنوا المقص عليهم اليهود، والله كنا نزعل بالزياده عن اللزوم، لانه اللي جاي من الخليل، اللي جاي من طول كريم، من جنين، من نابلس، يقولوا له ممنوع. هذا السبب. بس والله انه شيء حلو وكويس، كانوا راقيين جدا، والكل انبسط الحمد لله في العيد هذا، في رمضان هذا. يعني ايضا شهر رمضان انتعشت فيه المدينه، ولكن ربما قبل رمضان كان هناك ركود اقتصادي تعاني فيه المدينه. هل انتم يعني ايضا هناك مخاوف من العوده لهذا الوضع من جديد، خاصه ستعاد فرض القيود المشدده على اهالي الضفه الغربيه؟ يا والله اذا كان شدد عليهم الا ترجع القدس، أو يعني أقل من أول. أما والله اشتغلنا في الحمد لله، والله يعمل اللي كان، لو إجا كذا مبلغ ألف استغرت القدس ووصلنا باب الله، كل شيء 100%. أما والله ركود الاقتصادي إنه صعب عنا، يعني إحنا عنا 20 عامل، طب شو بدي أعطيهم عمالنا؟ شو بدي أعطيهم مصاري؟ شو بدي أعطيهم؟ كيف أسعار السوق اليوم؟ أسعار المنتجات يعني خاصة مع الغلاء؟ غالي، الاسعار غالي، يعني كيلو الدجاج عندنا ب 22 شيكل، يعني مش بسيط. اللحم 95 شيكل، 90 95 شيكل. يعني هل التجار المقدسيين يراعوا ظروف المعيشه والظروف الصعبه، يعني خاصه للمتسوقين واهالي القدس ومن يزور المدينه ويصل اليها؟ بدي اقول لك شيء واحد، احنا هذا الدجاج بكلفنا 20 شيكل، كنا نبيعه ب 22 احنا بنخسر. احنا بنخسر، ليش؟ لانه عمال وضريبه ومي وكهرباء، يعني احنا عمال الشهر هذا كلياته براس ماله بعنا الاشي الحمد لله. يعني هذا الغلاء ليس بايد التاجر المقصه بالظروف اللي تفرض عليه، وخاصه الضرائب مثل ما تحدث. نعم صحيح. مش تواجدك معنا، كل عام وانت بالف خير. سالم يا عم، والشعب العربي والاسلامي بخير. امين يا رب، شكرا. يعطيك العافيه، بتشاركنا؟ احنا على وكاله جي ميديا عبر الفيسبوك في هذا البث المباشر. بداية يعني تخبرنا اول شيء، تعرفنا عن حالك، من حضرتك، وتحكي لنا كيف اجواء العيد استقبال اهل القدس لعيد الفطر السعيد. طبعا في البداية مساء الخير، انا احد اصحاب المحلات اللي اصلا مهددة للاستهواد من قبل اليهود. طبعا حي المسرارة هو الحي الفاصل ما بين القدس الشرقية وما بين القدس الغربية، وحي المسرارة من أوائل الأحياء اللي بنيت خارج السور في نهاية القرن الثامن عشر. طبعا ك
كانت أجزاء من العقارات مملوكة لليهود اللي إحنا كنا نسميهم يهود البلاد، اللي هم موجودين من عهد عمر الخطاب وصلاح الدين. نتحدث عن أيام ما قبل النكبة. طبعا إحنا بنتكلم عن اللي كانوا يسموا يهود البلاد، لأنه إحنا لا ننكر أنه كانت اليهود هي طائفة موجودة من بين طوائف النسيج الفلسطيني، سواء مسيحي مسلم يهودي، وكانت الحارات متقاربة. بما أنه إحنا بنحكي عن ما قبل الاحتلال الإسرائيلي، بعد الاحتلال الإسرائيلي بدأت إسرائيل تطالب بملكية هذه العقارات لأنها كانت أصلا لليهود. والمشكلة حتى اليوم منعاني إحنا التجار وأصحاب هذه المحلات من الهيمنة الإسرائيلية والغطرسة الإسرائيلية والضرائب الإسرائيلية والمحاكم اللي أقيمت ضدنا من أجل الاستيلاء على عقاراتنا ومحلاتنا. ولكن هل من يطالبكم بالمحل هم اليهود نفسهم الذين كانوا قد سكنوا هنا أو كانوا أصحاب هذه المحلات حسب قولك؟ اليهود في عام 1948 عندما تم احتلال القدس الشرقية كانت الحدود عبارة عن أمطار من هون، فاليهود اللي كانوا موجودين اللي احنا كنا نسميهم يهود البلاد خافوا على حالهم وراحوا على قرانا وبلادنا اللي كانت مهجرة، فيعني كان في عندهم مجال أكثر. أجت الحكومة الأردنية وعملت ما يسمى حارس أملاك العدو، وبدأت بتأجير هذه العقارات من بيوت ومحلات تجارية إلى المسلمين والمسيحيين. يعني واليوم يطالبونكم بالاستيلاء على هذا المحل التجاري. في عام 1967 لما احتلت القدس الشرقية تم احتلال مبنى حارس أملاك العدو، ووجدوا المستندات والإثباتات اللي تثبت ملكية اليهود، وتم تحويله من ذلك الوقت إلى حارس أملاك الغائبين. واليوم للأسف إحنا بنتعرض لهيمنة هذا المؤسسة العنصرية اللي بديرها تقريبا اليهود المتزمتين. يعني الاحتلال يتفنن في الطرق والوسائل الاستيلاء على عقارات المقدسيين في مدينة القدس. وين محلك عمي؟ هون بحي مصرارة. نعم. غير انه يتفنن، هناك قوانين تهطل من السماء لمصلحة المستوطنين ضد مصلحة العرب. قانون الجيل الثالث وقانون رفع الحمايات واي قانون بيجدوا انه لهم مصلحه فيه راح يكون ثاني يوم موجود. عم الحديث يطول عن هذه الوسائل التي بتستخدمها الاحتلال، ولكن اليوم ايضا نحن في نهايه شهر رمضان المبارك وفي استقبال العيد، تخبرنا عن الاجواء، كيف عاشت تحديدا هنا حي المصراره هذه الاجواء الرمضانيه وكيف يستقبلون اليوم عيد الفطر؟ طبعا الأجواء الرمضانية بالنسبة لنا هي معركة، إحنا بنحاول بكل ما أوتينا من قوة إنه نخلق الأجواء الرمضانية ونخلق أجواء شهر رمضان ونخلق طبق ونعطي انطباع لكل إنسان إنه هذه الأحياء أحياء عربية، أحياء مسلمة تحتفل باحتفالات المسلمين وليست أحياء يهودية. الصراع على طابع الحي هو صراع ما بين سكان الحي وما بين الشرطة الإسرائيلية والبلدية والمستوطنين اللي بيحاولوا فرض الهيمنة وحتى الاحتفالات في أحيائنا في مناسباتهم بتكون في صدامات وبتكون في مشاكل. احنا بالنسبة لنا كمقدسيين لازلنا على العهد ولازلنا لآخر لحظة في أعمارنا، راح نقاوم الاحتلال، راح تبقى القدس عربية، أجواءها عربية، وإن شاء الله رب العالمين إحنا من القدس بنرسل تحية وتهنئة لكل أهلنا ومنطمنهم منقولهم القدس هي بشر وليست حجر، ونحن البشر باقون هنا وصامدون إن شاء الله رب العالمين. احترام، رب يعطيكم القوة والصمود في مدينة القدس، كل عام وانت بألف خير يا رب. على صفحة وكالة جي ميديا الإخبارية على الفيسبوك إن شاء الله. عندي على الفيسبوك. نعم
نكمل هذا البث ونخبرك بجميع التفاصيل إن شاء الله. شكرا لتواجدك معنا وكل عام وأنت بخير. إذا مشاهدينا الكرام نستكمل هذه الجولة من حي المسرارة مقابل باب العمود وهذه الأسواق وفرحة الفلسطينيين المقدسيين باستقبال العيد رغم ما يتعرضون له من ظروف قاسية مثل ما تحدث هنا. لديه أحد المحلات التجارية مهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال. أيضا سنحاول الحديث نشاهد هنا يعني بيع السمك يعني من العادات المتعارف عليها في فلسطين أن أول يوم في عيد الفطر هناك من يبدأ بأكل السمك. السلام عليكم يعطيك العافية. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ رزق النتفة. أهلا فيك. أنا شايفين الأسماك في حي المسرارة وبنعرف من العادات يمكن إنه في معظم بياكل أول أكل بعيد الفطر هي أكلة السمك. مظبوط، سمك الفسيخ والسمك البكالوري القد، بس ما فيش منه والله للأسف، هذاك خلص، كان عليه إقبال مباشر. بالاحترام، الله يجيب الرزق يا رب إن شاء الله. نبي لك يا رب. حكينا عن هذه العادات الموجودة في مدينة القدس، كمان ليش السمك تحديدا؟ السمك لأنه مفيد للمعدة والناس بتكون صايمة، إجمالا الفسيخ بيمسك المعدة، الناس بتكون صايمة وبده يفجي يفطر، بتصير معه مثلا مغص أشياء هيك، هذا المالح بيمسك المعدة، يعني كويس كثير كثير للمعدة. الأكلة خفيفة بعد صيام 30 يوم. طبعا، مفيد كثير للمعدة. تحكينا عن أجواء القدس، كيف كانت بشهر رمضان المبارك؟ كيف كان أهل الضفة فرحتهم؟ كيف شفتوها لما وصلوا لمدينة القدس؟ خاصة أنه منهم سنوات يمكن ما أتاحت لهم الفرصة بالوصول للمدينة. مزبوط كلامك، يعني في كثير ناس ما وصلوش، بس الحمد لله من حمد الله يعني في تسهيلات كانت كويسة لأهلنا بالضفة وفتحوا لهم الطرق، وكان من حمد الله يعني أنه يعني قديش تحكي فيهم أنهم سهلوا لهم ما ضايقوا على حدا، وكل شيء كان كويس. وبالنسبة ل أهل الضفة إحيوا القدس، يعني رفعوا معنوياتها لفوق فوق فوق. يعني طبعا أهل الضفة يفرض عليهم قيود طوال العام بسبب الحواجز بين الضفة والقدس، تزال بعض من هذه القيود يعني في شهر رمضان فقط. يعني اليوم ربما ترجع تعاد هذه القيود من جديد ويحرم أهالي الضفة من الدخول وأيضا حتى أهالي القدس من انتعاش المدينة بزوارها. يعني كيف كانت المدينة يعني من قبل شهر رمضان المبارك وكيف تغير الحال؟ والله قبل شهر رمضان كانت المدينة يعني توضعها فيش فيها حدا تحت الصفر، أما بعد رمضان لمنهم جابوا فتحوا لأهل الضفة، لأهلنا بالضفة يخشوها، الحمد لله رفعوها لفوق، انتعشت القدس، يعني كبرت بأهلها زي ما بيحكوا. طبعا مظبوط، فيش حدا بتحس حالك انك انت ابن الاهل ابن القدس، بتضل قاعد فيها، فيش حدا بيجيك من برا، فيش حدا بيجيك من الضفه، فيش حدا من رام الله. اما طول شهر رمضان حسيت انك انت وسط اهلك وناسك، التموا عليك، عرفت علي؟ هذا اللي بس يعني حكينا عن فرحه اهالي الضفه، فرحه المقدسيين، انتم لما تشوفوا قديش القدس مليانه، قديش في اعداد كبيره من المتوافدين وبشكل دائم ومستمر. طبعا احنا بس فرحتنا رح تكون كبيره كبيره لما نشوفهم كلياتهم قاعدين بيجوا عندنا هون، بننبسط فيهم، بنكبر فيهم كمان. استقبالنا كويس الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله بنعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. شكرا لك، كل عام وانت بألف خير. إذا مشاهدينا الكرام يعني استمعنا هنا للتجار المقدسيين وفرحتهم في خلال شهر رمضان المبارك باستقبال أعداد كبيرة من زوار المدينة من أهالي الضفة وحتى الداخل الفلسطيني الذين أنعشوا المدينة طوال شهر رمضان على أمل أن تبقى هذا الوضع وهذا الازدهار والانتعاش في مدينة القدس دائم إلى الأبد. ولكن يعني للأسف هناك أيضا تعاد فرض القيود من جديد على أهالي الضفة والحواجز ما بعد انتهاء شهر رمضان، واشير ان يعني هذه القيود فقط تزال يعني فقط في ايام الجمعه من شهر رمضان المبارك، ولكن التسجيلات تبقى متواجده على حواجز الاحتلال. شهدنا ايضا العديد من الاهالي الذين حرموا ايضا من الزياره رغم توافدهم ومحاولتهم للوصول الى مدينه القدس عبر الحواجز، ولكن تم منعهم من الدخول، كان هناك منع عشوائي للمصلين المتوافدين الى مدينه القدس. ولكن نشاهد اجواء المدينه اليوم في استقبال أهالي مدينة القدس لعيد الفطر على أمل أن يصلون إن شاء الله صلاة العيد يوم غد في المسجد الأقصى المبارك.